تعالوا بقى نتعرف على واحد من أجمل أجنحة لومارشيه، جناح يانجايزد، وهي واحدة من شركات مصمم المطابخ الشهير جداً عمرو حلمي، وهدفها تبني مواهب شباب المصممين للأساس والديكور وصقل موهبتهم ومساعدتهم في تسويق إنتاجهم محلياً وتصديره لمختلف أسواق العالم. وبالمناسبة من أبرز المصممين المهندسة ملك عمرو حلمي اللي درست تصميم الأساس في لندن وأسست شركة حلمي لتصميم الأساس المصري، والمهندس أحمد عمرو حلمي اللي درس التصميم في ميلانو بإيطاليا وأسس شركة كورساجي لتصميم الكراسي، ونجح في إدخال التكنولوجيا في تصميم الدريسنج روم أو غرف الملابس، خلاها بتتكلم وتتلقى الأوامر وتنفذها. تخيلوا، تعالوا نقابل المهندسة ملك عمرو حلمي مصممة أساسات حلمي. المهندسة ملك عمرو حلمي، خليني أقول لك إن أنا مبسوط جداً إن أنا بقابل أبناء المهندس الفذ عمرو حلمي، أكيد ورثنا عنه العبقرية. حضرتك درستي التصميم في لندن صح كده؟ وجيتي شاركت في تأسيس يانجايزد، ومنها عملت تصميمات باسم حلمي. احكي لنا بقى عن حلمك، ليس الوالد العظيم ولكن حلمك انت الشخصي. حلمي فكرته احنا بنبيع أساس واكسسوارات طبعا كلها بتمثل ال 12 ثقافة في مصر، ال 12 حضارة، 12 حضارة من ضمنهم الجريكي، الروماني، الإسلامي، القبطي، الفرعوني، والحضارة الجديدة برضو اللي هي الشعبي، مهرجان، دول برضو حاجة كبيرة قوي من الحضارات بتاعتها. طيب باش مهندسة ملك، انت مثلا على سبيل المثال عشان نفهم أكتر عملية المزج اللي بتتم بيها، انت عاملة مثلا مكتبة زي اللي قدامنا دي فيها رخام البستر مصري صميم، عاملة ورق بردي صح كده؟ مظبوط. ده بتمزجي بين ثقافات ايه؟ ده فرعوني، الالبستر بتمثلي بيه ايه؟ المقبض بتمثلي بيه؟ احكي لنا كده التفاصيل في دماغك. اولا حاجه زي دي لازم اقول ان ده مش مجهود شخص واحد، ده تصميم بيخش فيه والدي واخويا وانا، وطبعا المصنع برضو بيأثر قوي في التصميم. عندنا الالبستر والبردي دول بيمثلوا حاجه عندنا احنا في مصر بس، الالبستر ما ينفعش تلاقيه في اي حته تانية، البردي ما ينفعش تلاقيه في اي حته تانية. صح. الحاجه التانية ان احنا عندنا الشكل الحيوان اللي احنا بنسميه ام سي، ده حيوان احنا اخويا مصطفى حلمي خلقه ان هو يكون بيمثل الحلم بتاعنا، ان هو على طول باصص قدام، على طول متجه قدام، اللي هو على شكل المقبض، اللي هو على شكل المقبض بالظبط، على شكل ان احنا متجهين، ما حدش هيوقفنا، حلمنا مستمر بالظبط. ولكن في حتة برضو فيها ان احنا عندنا مثلا في حلمي بنبيع الحيوان ده بس هو الكنبة على شكله، فهي الفكرة ان احنا لما بنقعد عليه هو الحيوان بيبقى سايقنا، فهي حاجة ان احنا بنقول ان هو على طول باصص قدام واحنا على طول باصين لورا، فعشان تقدر ان انت على طول تبقى بتتغير وبتبقى احسن، لازم ان يبقى في اتجاهين انت باصص لهم قدام وورا.